في هذا المكان يمكنك أن تشتم عبق الطبيعة وترى التراث الشرقي بأرهى حلته عبر حرفة دمشقية يدوية تعتمد في صناعتها على الأخشاب الملونة الطبيعية التي تضفي جمالية خاصة على كل قطعة وتشتهر بها غوطة دمشق. عن نشأة الموزايك الخشبي يحدثنا شيخ الكار في دمشق. نشأت على يد الحرفي جرج البيطار اسمه من عام 1860. هو كان ساكن ببيت عربي وعنده كان كل بيت عربي فيه شجر مثلا كباد او ليمون او نانرج. صار يشوف انه هي الخشبه لونها اصفر وعنده هو يعني حب لمصلحه النجاره. قال انه ليش ما بيساوي زخارف من هالخشب هذا. تمر صناعة الموزايك الخشبي عبر مراحل عدة تعتمد فيها دقة لا متناهية. أدواتها أشبه بمضع الجراح في غرفة العمليات. هلا أول شيء نشتغل خشب السادة تبعه، بعدين نشتغل التطعيم، نسميه تطعيم نحن هذا حسب الرسمة اللي نحن يعني منشوفها مناسبة منساوي. بعدين في مرحلة تنشير ولزق ومعجونة ويعني في إلى مراحل كتير لحتى القطع تنتهي. ما يقارب 45 عاما قضاها العم الياس في المهنة، وعن استقطاب الشباب والمحافظة على الحرفة حدثنا قائلا: يعني لازم اللي بده يتعلمها هو وصغير، لأنه هاي بده يتعلم فيها، بده يتعلم الصبر، بده صبر وطولة بال مثل ما بيقولوا لحتى ينمو معه هالحس الفني والذوق يعني ويجمع رسمات يعني بذهنه أكثر ما هي بتكون مرسومة. هلأ نحن يعني عم نحاول إنه نحيي هالمهن هاي لأنه العدد صار قليل يعني يشتغلوا فيها هاي المهنة. نحن بنحاول إنه نرغب هالجيل هذا يعني هو وصغير الواحد انه يتعلم من خلال انه القطع الفنية الحلوة يعني اللي بتحوز على جمالية خاصة وبتنال اعجاب اللي بيلاحظها وبيشوفها. نحن من هون نقدر انه نجذب هالجيل هذا انه يجي يتعلم. النصيحة انه هو اللي بده يتعلمها ان كان صغير يعني او كبير شوي يعني ما يكون كبير فيه. بس يجي يطلع على المهنة يمكن وقت اللي بيشوفها عن قرب ويحاول يشتغل فيها بيصير بيحبها، لأنه هي فعلا مهنة حلوة يعني وبتجذب الواحد إنه يتعلمها. رغم الحداثة لم تستطع المفروشات المودرن كما يناديها أصحاب المحلات في السوق القضاء على هذه الحرفة، فالموزايك الخشبي حرفة أصيلة باقية لو تتمدد. للإخبارية السورية نرمين عمار.